بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أجبين لله عز وجل دول قد درس كتاب التوحيد. في توحيد أهمية توحيد فرنا بشيء مهم ينقل يا رب الأدلة كتاب الله يبين كله طيع جيك سوء ويقول بكل دي درس المدين كتاب الله يقول شديد بطوة دول الأمدين ويقول لهم أجاء حديث شديد بطوة النبي صلى الله عليه وسلم توحيد كي أهمية دي إن ويقول إن أريد كي توحيد توحشي قنا عمل قنا بشي صبر دينا صبر. قال المصنف رحمه الله تعالى: قال ابن مسعود رضي الله عنه: من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ قوله تعالى: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم، إلى قوله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما. الآية سورة الأنعام 151 إلى 153. عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، عبد الله بن مسعود بن عبد الله بن مسعود بن غافل بن غافل الهذلي يبقى بشي بولو صحابه الصوت ده مكه شو دي مدي ايمان ان دي بلكي با حطوا طول ما دي مدي غلطه دي مدي دوخ شتاجه دوخ شمكتاجه ইমান এনে মক্কা শরীফত আইবা বেশি খুসুসিয় ফায়দা নবিত ইল্লা সাহাবী ইগোই দিকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফেশা ফেশা গুত্তু সালে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইবে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম লড়া তোড়া ইল্লা আড়া দিত আর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মাঝে জেতে আইতো বলিত নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এজাজ বলকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হুদুল্লাহ ইবারে ইবারে বিশি বিশেষ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হুদুল্লাহ তুমি আর কোন নামাজ আইলে তোমার তো দরজা বাজার হবে সিতার জিয়ান দিয়ে ফরদা জিয়ান দিয়ে ফরদিয়ান লাইলে ওই যে হবই কিন্তু ইবারে দান দিয়ে আর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কইতো আলহামদুলিল্লাহ মান আরাদা আন ইয়াকরা আল কোরআন ফলিয়াকরা আলা কিরা على قراءة ابن أم يعقوب قراءة منظمة قرآن شريف فكت صادولة هذا ابن أم يعقوب يعني عبد الله بن مسعود هذا إبر وراء طوالا قرآن فراء إبر تو قرآن فراء إبر تشيكو إبر دل قدي فراء إبر دل قدي فراء. طيب عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عيب وضي من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ قوله تعالى زي خنون زني نبي صلى الله عليه وسلم الوصية أمة الله بلي دنيا مدي دياري قيدي آخري وصية مدي باش مدي دياري قيدي إن دي لازد وصية سايتو من أبدو لي خذ معنشي بي الله عز وجل آية بفرق قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا إلى قوله تعالى وأن هذا صراطي مستقيما. آية ابن مزي ترجمة اختصار قريبا الله عز وجل أمر بنا فرد تمرار قل تعالى قل تعالى تمرك يا أتل ما حرم ربكم عليكم الله يتمرر زين حرم بجي إن تمرر فنجي إن فوري তিনি শুরুতে কি ভাই বলে বলে হারাম কি ভাই আল্লাহ তুশরিকু বিহি শাইআ আল্লাহ আল্লাহ আযজা ওয়াজাল তোমার কোন শিরক রব্জ يعني তাওহীদ আদে করো তাওহীদ লে ওয়াদ করো আল্লাহ ইবাদত কোন শিরক নব্জ ইবাদ আয়াতুল ওয়াসিয়া বলো আয়াতুল ওয়াসিয়া হলো ইবা আয়াতিবা আল্লাহ আযজা ওয়াজাল এর দর্শন সিজাদে বয়ান করলো আমল করি বললো ইন আল্লাহ আজ বলিল বনি ইসরাইল দিও তাদের আমল করছে তো মকসদ যদি আয়াত কি তাওহীদ করিবে বেশি মুহিম দিয়া আল্লাহ আজ বলিল ফয়েশ উম্মাজে
آيات من مزه فولا شو مزه وصيوت كي شريك نبيت تبي شريك نبيت تبي الله غيره يعني يا من توحيد هذا قولان كلا شريك لا توحيد لا دينيزون نوبوني توحيد عليه شريك زاهوي بو شريك عليه توحيد زاهوي كفان دينين ملينا مالي إذا الله عز وجل توحيد بشيء أهمية دي توحيد بشيء أهمية دي دولي عارض توحيد بشيء أهمية دي أقولي بو عارض توحيد شيء أقولي بو توحيد لصلاة أقولي بو نولي عارض عبادة كبر نولي بو نولي عارض ده مشركي ده كل الله عز وجل شريك بجي عارض يندري شريك بجي عارض كونه بري وتدا كلمة بري شريك بجي عارض كلمة بري شريك بجي إنجليزي يوتم وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار على حماري فقال لي يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله فقلت الله ورسوله أعلم قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا فقلت يا رسول الله أفلا أبشر الناس قال لا تبشرهم فيتكلوا أخرجه في الصحيحين حديث با مصنف رحمه الله كتاب الوحيد ذكر كل جدا وضد التوحيد بشيء أهمية يان بيان قريب الله توحيد قضي بشيء كافرة إبا قرأ عند ضد شيء كافرة عبدت فولا عبدت توحيد عبادة بجاء التوحيد زانا قريب التوحيد قريبا وعند ضد فلا قريب গরম মাঝে পয়েন্ট শিকার করিব নিজব শিকার করিব তো হাদিস জিকির করছে আন মুআযব বিন জাবাল মুআযব বিন জাবাল রাদিয়াল্লাহু আনহু মুআযব বিন জাবাল রাদিয়াল্লাহু আনহু শি বড় সাহাবী নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম বেশি খাস সাহাবা কল মত হয় ইবা আনসারী তো মুআযব বিন জাবাল ترى مدنا منجز ما تشوفوا مالي من عندنا مدنا منجز نبي الله سي إيمان عندنا شوف ما دي إيمان عندنا ثم معاذ بن جبل رضي الله عنه إيمان فضل يوم مدة النبي صلى الله عليه وسلم قد معاذ بن أعلم أمتي بالحلال والحرام معاذ بن جبل خداو متمده حلال حرام زانه دي كنت تو بشي معاذ بن جبل ابو حازم قلت خاصو الدين علماء كل علماء كل علماء تو ذكر كي الله عز وجل علماء كل خده بكل خده আগে মন তো خده معاذ بن جبل তাই বলে জেনে কি কো ফাতর মারা দিলে আতে কত বসে خده একটু আগে তাই معاذ بن جبل كان علماء كل صدق عرض من المصر إذا كل حلال حرام مسائل فقه مزد عالم عرض دين الإسلام مدى النبي صلى الله عليه وسلم ختم تبك بوضني معاذ بن جبل رضي الله عنه يقول دي آية الدين كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار آية الدين النبي صلى الله عليه وسلم رضواته وقال قادة مدى صور الشلام نبي في ستة بالشلام طيب هذا النبي صلى الله عليه وسلم قال يدي فقال لي يا معاذ او معاذ اتدري ما حق الله على العباد ما حق العباد على الله الله حق الله بندر ولك زارني الله بندر حق الله ولك زارني يعني الله يبندتك حق فار بندي الله تك حق فار يزارني بدي فقلت الله ورسوله اعلم معاذ بن جبل الله قد الله ورسوله على الله الله رسوله زان تيدل معاذ ده النبي صلى الله عليه وسلم سؤال يعني بجد بزادت دكي يعني بشي أهمية سؤال الله عز وجل حب بندتو زلابري الله الله يحب فاديان هذا يقولون يعني هذا يقولون يعني بلي ما نشوف جنبه ما كنوزه هو ما نشوف كنوزه مؤمن بولي هو মানুষ তুমি ফাঁকা আবেদ বলিব ইন্দিল্লা আল্লাহ আজ্জা ওয়াজাল তো বন্ধে কোনো ফান নেই
النبي صلى الله عليه وسلم قال ده بنده الله حق فرايبه بنده حق الله وكيما في الحقيقه بنده الله تو حق نبا كلا بنده هديبا بنده ايغلا الله يبني دي بكون الله كان تو الله تو حق فرايبه مخلوق كو خالق يبقى الله عز وجل تكرما تكريم غرياري اكرام غرياري نيجي واسو كوين دلا غوتين سو روك الله فوز كل جدي بوندا ليلا حق يان اي دينو كوي دي كون بوندا يفاد جلو وحقيقه لما قلت له تو معاذ بن جبل كي غير الله رسول الله الله يزاني الله رسول الله زاني تي انت مزاد الحمد لله ولكن ما عمل مثلا ظهرني ليه حاصل دي مثلا الله اعلم بالرحمن تو الله ورسوله اعلم كفاته فما دي الله يوزاني رسول الله فما دي دنيا مثلا خدول ولكن دنيا مثلا صلى فلانا اشره ام قلت الله ورسوله اعلم بالرحمن لا فريقه كي الله النبي صلى الله عليه وسلم مولاي مولا ما يشي نوزاني نبي يقول لنا بعدين تنرى الله ورسول الله عليه وسلم نبي يوزان يقول لنا زيبوي تي يعني كان ميسا ويبو نبي لك نسبة ديكي على الله الفوان بيو زيبو تلا انتبهو تلا زيادة تاتي نبي صلى الله عليه وسلم الله ورسول الله عليه وسلم بيو صحابه كله مضيبات الله أعلم قال حق الله على العباد حق الله على العباد النبي صلى الله عليه وسلم قال حق الله على العباد ان من حق من ربك ان يعبدوه ولا يشركوا به شيئا الله عباد القران بند كل الله لا قوم شرك نرضى عباد القران من توحيد هذا القران توحيد لا عباد القران الله قوم ان يعبد القران الله لا قوم شرك نرضى شيئا شيء من كسو ومك غدا القران شرك نه لفظ شرك نه شرك القران نه جائز نه وحق العباد على الله بند حق الله ولكن ولد خيدو بند هنا الله تحق نبا ولكن الله يه إلا قول دي دي الله الله يقول تاين جين دي نارو دي حق عين بين دي تكريما تشر الله يه تفضلا الله رحمته خد الله يعذب من الله يشرك بشيء خد الله يه عذاب مجيبو زينيكي الله لقد شرك نوري يعني زي توحيد عدي بره توحيد مطابق سورة توحيد مطابق يبقى تقول الله لقنا شريك نقول الله هو حق دي الله يحق دي بمدى الله هو حق دي الله يحق دي إلا ما نشيني هنا دي أبعز الموجود الله أكبر توحيد الفزيل الصوية الفزيل الله هو شريك نقول لي توحيد مطابق سورة يقول لي الله يتر عزم نقول يعني الله يزر رحمك مني الله يحق يعني مخالف نقول الله هو عدفنا قولي الله هو دخلنا من الله فقلت يا رسول الله معاذ قلت يا رسول الله أفلو بشر الناس أنا إن شاء الله خبرت دي قلت بشر دي قلت يا قال الله تبشر فيتك قلت يا رسول الله ما إن شاء الله نوبش قلت ما إن شاء الله قلت ما إن شاء الله مطلق قاعد قلت عبادة قلت بو نواز طوان قلت بو أنا توحيد توحيد قلت شريك نقلت بو الله قلت بعد نواز بو إنتي نقلت بو الله أنا بعد قلت بو الله قلت قال يا أجيب يا إمامي مسلم من قلت الله أجيب بوت من قلت إسلام قلت تغيبت نقلت بو الله بحديث البخاري ومسلم قال قتل الله النبي صلى الله عليه وسلم يبقى يقول لكن زيت لي الدين الاسلام صار كل مكمل بيان كده جه قران كامل نازل النبي صلى الله عليه وسلم وفاته بعد ما نزل بكل دين بوزيجي قال معاذ بن جبل مريبا قلت ما شاء الله حديث البخاري دي دور قال الله اعلان بدي بقى لو كان ركبنا دونا قتل الله دي قال لي شوف انا راكب ما شاء الله بيان دي تي انت قلت عند العلماء كل ده توحيد مش اهميه ده توحيد فراغ توحيد فاندر شيكو ما ينسى شيكو توحيد الطامن